اللي عمله الوزير الأمني علشان يعني يمحي آثار الوزير الأمني. للأسف طبعا السياسة دي عايزين نبدأ بقى من حيث انتهى الآخرون. نبدأ من حيث انتهى الآخرون. أيوه برضه أنا عايزين نكون برضه يعني ما نجلدش الحكومة الموجودة. الحكومة خالص الموجودة بالعكس، إحنا بنقول التكليف بنقول التكليف صعبة. هيحميها وفي نفس الوقت نشوف افكار رئيس الجمهوريه للعام التاني ايه او للسنه القادمه ايه هيبقى إيه اللي هو نفسه يحققه للشعب المصري، لان الحقيقه في السنه الاولى اتحققت حاجات كتيره قوي، والا نبقى احنا ظالمين او احنا مفتريين يعني. حتى للمهندس ابراهيم محلب هو حقق يعني بس كان الاداء بالنسبه لنا هو ده اللي اختلفنا عليه. اتفضل. مظبوط يا فندم. هو يحسب للسيد رئيس الجمهوريه حقيقي ان هو يعني استلم البلد في وقت صعب جدا، وكانت شجاعة منه ان هو يتصدى لهذه المسؤولية بصراحة. لان طبعا انت عارف السنة بتاعت الاخوان يعني مصر عانت منها كثيرا. ايوه. واثارها لغاية النهاردة طبعا موجودة، وانا اعتقد انها تفضل موجودة لسنين جاية كمان. مشكلة الارهاب اللي هي بتعوق اي يعني اي الحكومة النهاردة بالنسبة الإرهاب. بالنسبة لتخصص حضرتك المشروعات البترولية اللي حصلت في السنة اللي فاتت ايه؟ والله يا فندم من المشروعات البترولية اللي حصلت السنة اللي فاتت، يمكن شفنا في المؤتمر الاقتصادي كان في بعض المشروعات اللي تمت في المواني المصرية، منها ميناء السخنة تقريبا. وميناء السخنة ديت هيتعمل فيها مشروع كبير اللي هو بيسموه مشروع الصب السائل او مشروع استلام منتجات بترولية. انت عارف مشاكلنا احنا النهارده في المنتجات البترولية، ان في وقت الازمات او في وقت النوات بالاخص الرصيد الاحتياطي الاستراتيجي الموجود في البلد بيخلص، وبالتالي لو استمرت النوة خمس ست ايام قد تتعرض البلاد الى انها تبقى ما فيهاش مواد بترولية. فاحد هذه المشروعات هو انشاء طاقات تخزينية استراتيجية في منطقة السخنة، على اساس انها تقدر انها توفي احتياجات البلد في وقت النوات وتكون رصيد استراتيجي للمنتجات البترولية. برضو من المشروعات المهمة اللي اتعملت هي مشروع معمل اسيوط، تطوير معمل اسيوط. معمل اسيوط ده بينتج حوالي يمكن بيكرر حوالي 4 مليون طن من الخام. ايوه. يطلع نصهم حوالي نصهم تقريبا كميات مازوت. المشروع الجديد بيهدف الى انه ياخد المازوت ده ويحوله الى منتجات بترولية عالية القيمة، فده بيحسن القيمة المضافة لمعمل التكرير، وبالتالي بيسد جزء من احتياجات المنتجات البترولية في مصر. برضه من مشاكل الحكومة انها اتعودت انها تطفي حرائق فعلا زي ما قال الاستاذ سليمان. مشكلة تطفية الحرائق، يحصل ازمة، يحصل اشاعة، البنزين هيغلى، السولار هيغلى، فده يخلي الناس تتكالب على المنتج، وبالتالي ده بيؤدي في النهاية الى حدوث ازمة مفتعله. ويمكن احنا شفنا اليومين اللي فاتوا حصلت هذه المشكله في الصعيد تقريبا. ايوه. وهي مفيش مشكله، كل الامدادات البتروليه كما هي لن تقل. واحنا عندنا مشاكل بتظهر لمجرد اشاعه، يعني في جزء من كده. في جزء مشاكل لكن في اشاعات هي اللي بتعمل المشاكل. هي مشكله الاشاعه هي الاساسيه في عمليه زياده الاسعار طبعا. صحيح. طبعا لو. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود نظيم وكيل وزاره البترول السابق وخبير الطاقة، ويبقى معنا في لقاء على الهواء نعرف منه تفاصيل أكتر عن المشروعات من وجهة نظره اللي تم إنجازها في مسألة الطاقة.